كيما انا والاخ تاعي هذا كنا نحشمه. مثلا شفت كي لو كانت تكون الام تاعنا فيه هكا مناسبه ولا نخدمه من وراها هكا، ما تقابلش الناس، ما تهضرش، تحشم، كي يهضروا معاك ما تردش عليهم. هي الوالدة تحكم؟ لا احنا دغري كنا ندرقوا بها هكا، نخدموا من تخبوا وراها باش ما تهضروش مع وراها باش ما تهضروش، باش ما نهضروش مع الناس. وباش وكي كنتوا تقراوا يعني في المسيد في ولا في العمل؟ لا لكن انا ما قريتش كيما الاخ تاعي. الاخ تاعك يعمل قلتي لي؟ دروك راه يخدم. ولكن ملي كان يقرا وقريت كي كنت صغيره قريتي ابتدائي ولا ما قريتيش؟ لا 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 انا ما قريتش، لا ما التحقتيش كاع بالمدرسه. وبالنسبه لا لا ما كانش عندي زهر، دخلوني خرجوني بالخوف. اخوك اخوك كي كان يروح يقرا كان يروح وحده ولا مع الال؟ هذيك هي، كان دي فوا يديه الاخ الكبير تاعو ديك هكا من تلقاه في ديكور تلقاه وحده قاعد، ما عندوش صحاب بزاف، عنده حكا محدودين يعني ملي يلعب معاهم اللي يهضر معاهم حاجه قليله. نشوف انك قريبه بزاف لخوك صح؟ انا يا اللي جاي عليه خوتنا تربينا كيف كيف، احنا كنا كيف كيف، احنا صغار احنا التوالى. توأم؟ لا لا مش توأم، مش توأم، جايه من موراك، جايه من موراك، خلص ربينا كي توأم. ربي ربي يطيب بيناتكم ان شاء الله يا رب، ربي يطيب بيناتكم.